هلا سلمى. ايش سبب الطلاق؟ خلافات غير قابلة للتسوية. في خربشة بالأسامي. عشان خلص الإجراءات لازم تثبت مين أنت. יש לי פלסטיני עם אישור כניסה. לתת לו להיכנס. كل اللي عملته بس عشان احبه وانحب شوي صغيري اكتر. دوعتني بحياتك ومشاكلك وتعاستك. نياني عمر. عم تتعرف على مشاكل. يا منروح الدار هلا يا منكمل لقدام.